تحاليل رياضية مع أبرز الشخصيات، وهكا تنجم تقول البرمجة على الحياة فهم دنيا أخرى. الحياة فهم زارت الحياة. إذا كل نهار جمعة على الحياة فهم. اهلا وسهلا بمستمعينا الافاضل ومستمعي اذاعه الحياة فهم القيروان للصحه في برنامجكم المفضل اضاءات. هذا البرنامج الذي يوضي على مستمعيه في مستوى مواضيع مختلفه، مواضيع دينيه، مواضيع معرفيه، مواضيع علم، مواضيع علميه. اليوم مستمعي الافاضل نتناول في حصتنا التي تنطلق من الثالثة إلى الرابعة، هذا الموضوع هو واقع التعليم اليوم في تونس، هو ما أدراك من واقع التعليم الذي يعني تقريبا يعني يهم الجميع صغارا وكبارا. ثم أنا تناولنا هذا الموضوع نظرا لأهميته القصوى، لأنه البلد كل بلد يقاس بمدى قيمة التعليم فيه، مدى قيمة هذه البرامج، مدى مواصفات هذه البرامج، علاقة هذه البرامج بالواقع. ولذلك ارتأينا في هذه الحصة أن نستدعي في حصتنا هذه سيد المندوب الجهوي للتربية بالقيروان سي عادل الخالدي. مرحبا بك سي. مرحبا بكم، مرحبا بكافة المستمعين. كذلك ارتأينا أن نستضيف أستاذنا الفاضل سيد صاحبي صعيدي، وهو بطبيعة الحال مختص في مادتي التاريخ والجغرافيا. مرحبا سي. مرحبا وشكرا على الدعوة دكتور الأزهر وبارك الله فيك. كذلك استدعينا أستاذنا الفاضل سي الحبيب الطيبي. مرحبا بك. مرحبا بكم دكتور، مرحبا بكافة الحاضرين، ومرحبا بكافة مستمعي الحياة في إذاعة القيروان للصحة. شكرا. كما لا ننسى أن نرحب بأخوتنا في التأثيث والإخراج أمن أبو خير، محمد سيف الدين بلعريس، كذلك سي سهيل، وبطبيعة الحال في التليفونات عنا أنس الهمامي أختنا في التليفونات 70 035 120 للاتصال. طيب سيد المندوب مرحبا بك، ونحن نتكلم عن واقع التعليم، وبطبيعة الحال نتوجه بدرجة أولى إليكم في هذا المستوى، لو على الأقل ببسط عامة في البداية أنه نتكلم عن هذا الواقع، يعني في الواقع التعليم في تونس بصفة عامة اليوم. تفضل الكلمة لك. وشكرا على الاستضافة، وشكرا كذلك على اختيار الموضوع. هو موضوع حارق وموضوع كبير، وكل التساؤلات الممكنة في هذا المجال تطرح حول واقع التعليم في تونس. فما متغيرات كبيرة، فما حقبات عاشهم التعليم في تونس بين السنوات الأولى للاستقلال، ثم قانون 2002، ثم المتغيرات الجديدة. الأمر اللي طرح عديد الإشكاليات، واللي عندها أصبح فما تأثير على المستوى الواقعي، وأصبح يظهر للعيان يعني أن فما مشكل حقيقي لدي بالتأكيد، إلى درجة أن فما إجماع الآن، حتى سواء كان من الأطراف الفاعلة، سواء من الوزارة أو من كل مختلف الأطراف الفاعلة في الحقل التربوي أو اللي يهم شان تربوي، وعموما شان تربوي يهم الجميع، يعني الارتباط بالعائلات التونسية سواء كان على المستوى الابتدائي أو الإعدادي أو كذلك الثانوي والتعليم العالي. يعني لا تكاد عائلة تونسية تخلو من وجود إما طالب أو تلميذ، سواء في مختلف المستويات. الموضوع يعتبر يمس الجميع، فما أشياء واضحة للعيان، فما حقائق، فما تفهم من الجميع لضرورة معناها التسريع في الإصلاح التربوي. هذه الخطوة المهمة اللي فما إجماع كبير
وإن شاء الله تو فيما بعد نحكو على بعض التفاصيل على مستوى عمل الوزارة وكذلك في شراكتها مع مختلف الأطراف. المهم في التشخيص هو أن فما مشكل حقيقي في التعليم والتربية في تونس. شكرا سيد المندوب فيما ذهبت إليه. إذن كتشخيص أنه واقع التعليم اليوم فيه معاناة كبيرة وهو جالب للانتباه، ونحن في حاجة ماسة وهو في حاجة ماسة إلى إعادة النظر من جديد. سي الصحبي، وأنت بطبيعة الحال وأنت ميداني في هذا يعني في هذا المجال، ماذا يمكن أن لو نحاول يعني أن نقرب شوي، مثلا لو أنه من خلال يعني واقع التعليم ممكن أنه نتكلم في البرامج ومواصفات البرامج ونربط هذا بذاك؟ واضح الكلمة لك الصحب. شكرا. في البداية الموضوع هذا موضوع متشعب، فيه عديد النقاط اللي ممكن نخوض فيها. الأساس في الحصة هذه الإضاءات ستكون حول البرامج، لكن ننطلق من حيث بدأ السيد المندوب الجهوي حول مسألة أهمية التعليم. أنا من ناحيتي نقول أن التعليم مش أهمية، كلمة أهمية ربما ما تستوفيش. التعليم هو مسألة حياتية. أحد المفكرين يقول التعليم هو ليس إعداد للحياة بل هو الحياة نفسها. دونك مسألة حياتية مهمة جدا تهم كل سكان البلاد التونسية وسكان العالم العربي وسكان العالم بشكل عام. ونحن في إذاعة الحياة. نعم. دونك هي مسألة حياتية أكثر من كلمة الأهمية. نعم. النقطة الموالية اللي أشار لها السيد المندوب الجهوي هي مسألة الإجماع حول أنه المنظومة التربوية اليوم والمنظومة التعليمية، إذا أردنا القول المنظومة هذه أصبحت بالنسبة لي أنا نقول مهترئة. والإجماع حول عملية الإصلاح التربوي هذا أو إصلاح المنظومة التعليمية متفق عليه مش اليوم، متفق عليه منذ عقد من الزمن وأكثر من عقد من الزمن، وأنه الإصلاح التربوي متاع 2002 أصبح لا يتماشى مع هذا العصر وأنه لابد من تغييرات. دونك المسألة اللي نتحدث عليها إحنا هي مسألة البرامج. التعليم اليوم المسألة الحياتية اللي فيه، وصلنا إلى القول بأنه التعليم يوصلنا إلى أنه الفكرة الأساسية للنهوض بالشعب هذا هي التركيز على التعليم، فهو نجم نقوله المشكات اللي مشكات الوعي القاتل لظلمات التخلف في البلاد. في مسألة البرامج هناك الحديث يطول هنا وباش ناخذه بالتفصيل. برامجنا اليوم على شنو أو بماذا يمكن أن نصفها؟ مواصفات البرامج اليوم، مواصفات هذه من ناحية أولى هي استهلكت كثيرا البرامج من 2002، نعيد في نفس البرامج في نفس الدروس في نفس المعطيات، أصبحت من ناحية أخرى خلافا مستهلكة أصبحت لا تتماشى مع هذا العصر. هو سي صاحبي تو كل يعني البرامج هي تحتوي على مواد، أليس كذلك؟ على مواد تعليمية. صحيح. يعني هل يعني المواد هذه في يعني كل يعني الشعب هذه ولا نحاول نطرقوا لها نشوفوا نرى هي يعني تخدم الواقع تخدم بعضها البعض، يمكن انه يعني تكون لنا يعني ناس يمكن انه نزودوا بهم المجتمع في المجالات الكل، ويمكن ان ينهضوا بالبلاد، يمكن انه جيل نعول عليه. وقتاش سي الازهر يكون الكلام هذايا قابل للتنفيذ؟ عندما نبني تعليما صحيحا. التعليم الصحيح عنده شروط وعنده مقومات. هذا هو نحب المواصفات، يعني مواصفات التعليم الصحيح. مواصفات التعليم الصحيح تقوم على جملة من المقومات. نعم. التعليم الصحيح يقوم ساعة في نقطة أساسية أولى اللي هي بنية تعليمية أو بيئة تعليمية مناسبة، والبيئة التعليمية بالمناسبة هي بيئة تحتاج إلى حصص من إضاءات. إحنا النقطة الثانية المهمة في مقومات التعليم الصحيح هي المناهج والبرامج. المناهج والبرامج هذه لابد أن تقوم على جملة من النقاط. النقطة الأولانية أن تكون البرامج هذه حديثة، بمعنى حديثة هي أن تكون مواكبة للعصر. إحنا نسمعه في عملية إعداد لإصلاح تربوي جديد. الوزير الحالي بدأ في
خطوات اولى نحو القيام بهذه الاصلاحات. هالاصلاحات هذه بيصير من بعد نشوفوا اللي راو فيها لازم يكون فيها اطراف مشاركه في العمليه هذه. النقطه الثانيه من مقومات المناهج هي ان تكون مواكبه للعصر ومواكبه ايضا لسوق الشغل. ثم نقطه ثالثه ان تكون محفز فيها دافعين. اليوم التلامذه فما نفور في التعليم وهذا واقع نشاهدوه نحن في تعليمنا وفي مؤسساتنا في عديد المواد. مش ما نتجنوش على كل المواد، فما نفور من عديد المواد نتيجة التكلس متاع البرامج اللي ما زالت تحافظ على نفس طرق البيداغوجية في التدريس ونفس البرامج وغيرها. ثم أهم من هذا بعد إذنك سي لازهر أنه تكون البرامج هذه قابلة للتنفيذ، وهذه أهم نقطة. دائما ما الإطار التربوي خاصة نحكيه لهنا على الأساتذة ما يناديه بأنه البرامج المكثفة هذه راهي غير قابلة للتنفيذ مقارنة أو ارتباطا بالزمن المدرسي، وهذه نقطة أساسية ومهمة في وضع البرامج. شكرا سي صعب فيما ذهبت إليه من مخرجات للبرامج. السيد المندوب إذا كان عندك إضافة تفضل، وننتقل لسي الحبيب فيما بعد. سي الحبيب، هل يمكن يعني أنه هالمخرجات هذه اللي قال سي صاحبي مشاي يتكلم فيها، هل ممكن اليوم يعني نجم ويمكن أنه يعني حقا نجم اليوم في هالواقع هذا نجم ولا لا؟ الكلمة أي من بعد يجيك السؤال تو الكلمة السياد المندوب تفضل. شكرا سي أزهر، حبيت تفاعل مع سي صاحبي. هو بالفعل فما عمل، أنا نأكد لكم اللي فما على مستوى الوزارة الآن بالشراكة خاصة مع الأطراف الاجتماعية وكل ما يعنيهم الشأن التربوي. فما تطرح على الطاولة الآن التفكير حتى مع السادة المتفقدين بيداغوجينا لذلك مسألة معناها التحسين مسألة البرامج وتغيير المنظومة التربوية، لأن ما فماش خلاف في النتائج. المنظومات التربوية هي بتبعتها حتى لتكون ناجحة لازم تكون متطابقة مع الواقع في المكان والزمان. وعلى فكرة أي نظام تربوي في أي واقع ينجم يعطي بعض النتائج، طبيعي جدا بمساوئه نظامنا التربوي الآن وبرامجنا وغذلك، فما يخرج خرج عباقر وغذلك، لكن ما هوش هذاك المحيار المحرار على الحقيقة. النتيجة هو أن كما قلنا بالنسبة للتربية هي مسألة حياة. هل أنا النظام التعليمي في تونس الآن، وهذا سؤال تطرحه ودجا صارت عليه حتى إجابات، شنية ملامح الإنسان اللي يخرج من المدرسة التونسية؟ أصبح الآن فما إشكال في خصوص الملامح. يعني مدرسة لا تنتج لي الملامح المواطن الفاعل، المواطن المتوازن في الشخصية، المساهم، الحر، الديمقراطي، لذلك وفق المبادئ الجديدة ما نجموش نتحدثوا على نجاح عملية تربوية. إذن المنظومات التربوية أو المنظومات التعليمية تقاس بنتائجها. احنا عشنا في الستينات والسبعينات قرينا بمنظومة تعليمية، لربما لا أحد منا ناقش المنظومة التعليمية أنذاك، ولكن الحقيقة أنها كانت مطابقة مع الواقع. هل اليوم المنظومة التعليمية بالتأكيد مطابقة للواقع؟ بالتأكيد لا. لحظات سي صاحبي، احنا قليل شكون ناقش أن كنا نقرأ بل كنا نعتزوا وكنا ناقع في خطأ ربما منهجي أن نقيم التعليم الآن بالمنظومة السابقة، وما أدرانا المنظومة السابقة هل كانت ناجحة فعلا بالمقاييس العلمية. ولكن الحقيقة المؤكدة اللي كانت فما نظام تعليم بسيط ربما أفرز نتائج ممتازة، أفرز مجتمع بخلاف اللي موجود توا، وكان متطابق مع الواقع ومتطابق مع الزمن اللي نحسوه الآن أو اللي هو موجود توا، اللي فما في هالعشرين سنة خاصة 20 سنة اللي فاتت متغيرات كبيرة، تغيرات جذرية ربما اللي كانت تصير في الشعوب والأمم كانت تصير على 100 سنة أو أكثر، صارت باختزال في تونس أو على المستوى العالمي. احنا ملامح التلميذ في حد ذاتها الآن بدأت عنا صعوبات في فهمها. طبيعي جدا المنظومة التربوية حتى الطرقة يجب أن تكون متلائمة مع الواقع. فما تطور علمي تو معيش نحكو تلامذة طباشير وصبورة وطلاسة معمولة من شاشية وسيد سويت، يعني فما حاجات معيش تستقيم في الواقع. التلميذ الآن ولا فما نوع من حشو للأدمغة، برشة كتب، برشة تعلمات،
معناها فما كم هايل أصبح لا يتطابق مع مشاغل التلميذ الأخرى. هذا علاش التوجه، هو ديجا حتى السيد الوزير في المدة اللي فاتت صار نقاش وحديث حتى في بشراكة، التوجه هو أن التوجه نحو تخفيف برامج، يتطلب كذلك بالمقابل تغيير الزمن المدرسي باش نتيحوا للتلميذ أنشطة أخرى ثقافية تقوم أساسا على ما يسمى بمهارات الحياة. لكن سيد المدوبي يعني لا متى، يعني لا متى ونحن نصرخ كأن يعني ما نقوله صيح في واد غير ذي غير ذي زرع. سأعود إليك سيد المدوبي، أنا سنمشي للسي الحبيب الطيبي. سي الحبيب الطيبي، هالمخرجات هذه واللي كان يحكي عليه سيد المدوبي كان عليه يحكي عليه الصاحبي، هل هو يمكن أنه يعني النجم يعني نطبقوه اليوم وما المسؤول عنه بدرجة أولى؟ ونحن نعلم وأقول أنه هذه مسألة التعليم رأي هامة وهامة جدا، وأنت تعرف سي الحبيب أنه أول آية نزلت في القرآن هي اقرأ تحيل على جمع المعلومات، قرأ الرجل الماء في الحوض بمعنى جمعه في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حتى نبني مجتمعا، هل المجتمع هذا متكافئ وفيه ما فيه من التعويل على الذات ولا يأكل من غيره أو من وراء البحار. وهنا استحضر يعني حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه علم ولا تعنت فإن المعلم خير من المعنت. هالتعنت اليوم هو أو العنت اليوم اللي هو التعب الشديد، تعب في البرامج تدريس البرامج، تعب في الدروس البرة الداخل، تعب في الرؤية غير واضحة. وكذلك علي بن أبي طالب يقول، وهذا في ديننا وموجود، يقول تخيروا لأبنائكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. هل فعلا أنه نحن تو في برامجنا نتخير لأبنائنا؟ الكلمة لك سي الحبيب تفضل. في البداية اسمحوا لي أن أعبر عن إحساس خاص، إحساسي بالسعادة في هذه السنة الدراسية مختلف، ونحب هو الأساس اللي نقدم في مداخلتي. تقريبا احنا عنا سنوات كثيرة أول مرة رأى أنا ولدي يقرأ على روحه قرأ ثلاثيتين كاملين، وإن شاء الله يكملوا ثلاثية ثالثة، لا كوفيد ولا أمراض ولا أزمات اجتماعية ولا إشكاليات. إشكال الأساسي في نظامنا التربوي هو هذا، أنه نظام التربوي يسطر ما يسطر من مبادئ ومن قيم ومن برامج ومن إشكاليات، ولكنه يبقى في السماء، يظل في السماء. هل أنه أولادنا اليوم اللي يقرأوا كانوا في الباك كانوا في ترازيماني كانوا بريميراني إلى آخره، هل أنه فعلا خذوا نصيبهم اللي لازم يأخذوه معرفين وعلمين وتربويين؟ لا أبدا. إذن في الحقيقة رأوا النظام التربوي متاعنا محل نقد كبير ومحل مراجعة كبيرة ومحل إشكاليات كبيرة اليوم لابد من إعادة النظر. ثم مسائل لابد منها، أنا في رأيي في قراءتي وفي فهمي وفي تجربتي اليوم أرى النظام التربوي هذا يلزم يتغير مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والإنساني. اليوم أرى نظام التربوي ذي يلزم يفهم التلميذ ونفسيته ووضعه وإشكالياته، ويفهم ويلزم يتنزل في إطار المجتمع اللي يعيشه فيه اليوم. نفس الشيء لو ثم إشكاليات أخرى لابد من الحديث عنها. أنا في تقديري ما معنى أني أفكر بداغوجية؟ من أجامش راو إذا اليوم المنظومة هذية تحب بالحق تنتج فكر وتنتج شاب يفكر وتنتج مجتمع يفكر، رغم لابد من إعادة النظر في كل ما هو متروح قدامهم على مستويات العديدة. توا اليوم فيما يختزل الناس معناها النظام التربوي وإنتاجاته قرأ 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 قرأ، وهذا هو الأفق قدام الناس اليوم، قدام الشباب هذايا قدام الأطفال هذوما يروه ضبابي غامض، يعني الأمور بعيدة على الواقع، لأنه ما ثماش تربية ما ثماش برامج وما ثماش توجهات تمشي في هذا السياق. نحب نضيف حاجة، اليوم النظام التربوي هذا كيفاش يتفاعل مع الناس اللي متدخلين في التربية؟ أنا نشوف في روحي، أنا نشوف في روحي وأنه ما ثماش تكوين خاص للمربين
اللي هما متدخلين بشكل فعلي وبشكل مباشر في عمل التربية. اليوم راهو المربي ما عادش مش يبدأ بالمرحلة اللي بدأ بها، يقعد 10 و20 عام في نفس المستوى، في نفس الطريقة، بنفس الأساليب البيداغوجية وبنفس الوجه وبنفس الرؤية. راهو إشكال يا راهو هذا. اليوم راهو يلزم الوزارة توجد أشكال تحفيزية لدفع المربين باش يكونوا ويزيدوا يكونوا ويزيدوا يكونوا. ما نجموا يكونوا رواحهم إلا راهو بالمباحث العلمية في المجال البيداغوجي اللي معنية بها علوم التربية وإشكالياتها ونقد الأنظمة التربوية إلى آخره، في المجالات العلمية. اليوم راهو نقعدوشي الحقيقة منه ما نحاولوشي اليوم راه الأطراف اللي من داخل التربية هذا كله خطأ، مش خطأ الأستاذ راه بارك الله فيه من الأستاذ وذوما الأستاذ، شكرا للزملاء وشكرا. لكن لهنا سياسة التربية هي الإشكالية، سياسة التربية هي محل الإشكال. يعني شنو قعدوا دائما وأبدا، معناتها تقريبا نظرتنا هي نظرة هنية، نظرة مؤقتة، نظرة غير مبرمجة، ونظرة كذلك معناها قاصرة محل قصورها، لأنه ما تمش تشريك علماء البيداغوجي البيداغوجي. معناها خليني نذكر معناها السادة المتفقدين، يعني عندهم طرف هذوما، لكن كذلك الباحثين في علوم التربية، كذلك العلماء في جميع اختصاصات. ثم لابد من تشريك علماء التجارة والاقتصاد والسوق، راهو هذا يخلق برشة توازن. مع هذا ثم إشكال آخر زاد، راهو اليوم ما نجمو نتسألو يا أخي التلميذ راهو تحول إلى روبو. إيش معناها روبو؟ يعني تقريبا التلميذ من مجال التمدرس من مجال التعلمات ما خرجش. اليوم راهو احنا نحبوا زاده التلميذ كي يمشي للمدرسه، يمشي للمعهد، يمشي ايضا المؤسسه الجامعيه، يلقى ديستاد من طراز اخر ويلقى انشطه من طراز اخر. سي الحبيب شكرا فيما ذهبت اليه من وصف للواقع، ثم في على الاقل بعض التلميحات الى ما يمكن ان نقوم به اليوم للخروج من هذه الازمه، ازمه التعليم. سي صاحبي أعود إليك لأقول، هل أنه يعني التعليم اليوم والبرامج كان ضحية لعوامل أخرى، عوامل أخرى رئيسية وربما أنه خارج عن منظومة التعليم، فخلينا أنه التعليم على جهة واحد مهمش واحد وبدينا لهين بحواج أخرى، هل العوامل هذه الحقيقة يعني لا سأعود إليك بعد الفاصل. مستمعي الأفاضل نخرج فاصل ثم نعود، فلا تذهبوا بعيدا. شكرا. تاريخ القيروان، مهد العلوم والحضارة الإسلامية بالمغرب العربي، من بيت الحكمة ومسجد عقبة إلى المدينة العتيقة بأسوارها وأزقتها المليئة بالأسرار. من هذه المدينة بالذات إذاعة الحياة منارة للمعلومات، إذاعة الحياة، إذاعة القيروان للصحة. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة. إذاعة كل نهار جمعة على الحياة فهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعي الأفاضل، مستمعي إذاعة الحياة فهم القيروان للصحة، عدنا والعود أحمد في برنامجكم إذاعات في حصة جديدة ومتجددة. واقع التعليم اليوم في تونس وبطبيعة الحال ضيوفنا سيد المندوب الجهوي للتربية بالقيروان سي عادل الخالدي، وكذلك أستاذنا الفاضل الصحبي السعيدي، وكذلك أستاذنا سي الحبيب الطيبي. سي الصحبي نرجع لك، ما المسؤول بدرجة أولى على هذا الواقع المتردي بالنسبة للتعليم؟ يعني كنعرفه المسؤول نحطه على الأقل إيدنا على الداء باش نلوجه على الدوام. تفضل. إذن السؤال اللي هو المتعلق بالعوامل بالأساس، عوامل كي نقولوا عوامل شنو؟ عوامل لازمنا نشخصوا الحالة كما هي. عوامل التعليم العقيم في البلاد بالنساء. نعم، أصبح اليوم تعقيبا على الكلام اللي قال منذ قليل أنه أصبح التعليم هذا تعليم عقيم،
والتعليم العقيم راهو يكون في مرتبة أنه نصنعه في الجهل، باعتبار أنه راهو إذا التعليم ما يؤديش الدور المناط بعهده والدور المطلوب من كل الأطراف المساهمة في العملية التعليمية، راهو يصبح يولدنا في جهل، ما يولدناش والجهل كما تعرف يولد استبداد، والجهل يولد عديد الأشياء اليوم نشوفوا فيها المظاهر هذه في مجتمعنا. معناها نعم. احنا كي قلنا راهو المشكل الأساسي متاع الحصة هذه متعلق بالبرامج وبالمناهج، وعقبنا على البرامج وفسرناها، لكن البرامج وحدها ماهيش هي النقطة الأساسية اللي تنجم تمثل العائق الوحيد. خطر اليوم نشوفه في العالم الكل، أغلب دول العالم، ما نحكيوش كان على دول العالم متقدم، ناخذ حتى أمثلة من البلدان اللي قريبة منا، هاي المغرب لهنا المستوى التعليمي بعد علينا برش. اليوم كي نحكيو على المناهج والبرامج ونقولوا راه العالم عنده عقود، عنده 3 أو 4 عقود أو على الأقل عقدين، أقل حاجة من اللي غير سياسته التعليمية وتوجه نحو التعليم المتطور اللي يعتمد على البرمجيات واللي يعتمد على التطبيقات واللي يعتمد على مسائل تكنولوجية متطورة جدا، وإحنا إلى حد اليوم ما زلنا شادين في بعض البرامج اللي هي ما تمثل للتلميذ كان ضغط في عملية حفظ واسترجاع للمعلومات وللمعطيات والمعارف، دون مراعاة أنه راهو لازمنا زيادة ننظروا بكري سي تيبي قال التلميذ أصبح معناها المواد تمثله نوعا ما شبه اللي فهمته أنا أنه تمثله عبء، لكن راهو العبء ذايا باش تدارك ويلزم تبحث في السبب نتاعه. السبب نتاعه هو انه راهو البرامج ما تكرس كان سياسه تمكن من المعلومات وبعد استرجعها، ما تنجمش تخلق لك الطريقه هذه، ما تنجمش تخلق ناس تفهم وتفكر نهار اخر، تخلق لك كان ناس، خاطر انت تعليم نهار اخر مش باش يبقى في ذهنه راهو اكل المعلومات هذيك، ما بقي من التعلم هو المعرفة متاعه بأساليب الحياة. في الإطار هذا صاحبي وانت تحكي، هل أنه المواد اللي قاعدين ندرسوا فيها في مستوى البرامج اليوم سواء كانت في الأعداد ولا الثانوي حتى في الابتدائي، هل هي متكافئة سواء في يعني في الحصص سواء كان في الضوارب سواء هذا ذكرته بكري أنا كي تعرضت لزمن المدرسي، قلت راهو لازم تكون المواد متناسبة في برامجها متناسبة مع زمن المدرسي. من ناحية أخرى الضوارب مسألة ترتبط بالإصلاحات التربوية. اليوم ما نجموش نقول راهو مادة علوم تكنولوجية تلقاها ضارب واحد ويقريها ساعة في الأسبوع وساعات ما يقريهاش، وساعات مرة في الأسبوع ساعة معناها في أسبوعين، هذا ما ينجمش يولد لنا اليوم تعليم سليم. لو نحكيه على عالم متطور من حولنا دي ستارت اب يا سي صاحبي، لكن في دول متقدمه اوروبيه واحد هاي المواد كل يعني متساويه والضوارب متساويه، فهمت؟ والزمن يعني تقريبا هو وعندنا اولادنا يقراوا البرا ويحكوا لنا شنو فما ما هذا مرتبط بالاصلاح اللي ننتظروه احنا، وهذاك وقت اللي يتم تشريك الاستاذ ايضا في العمليه الاصلاحيه في عمليه اصلاح التعليم، وقتها الاستاذ ينجم يعبر عن مواقفه. احنا اما هو الاستاذ اللي تحكي عليه اليوم، احنا الاستاذ اللي انه يعاني من الخصاصه، الاستاذ اللي مش موفر لقمه، مش موفر لقمه لاولاده اللي يخليهم يعني مشاكل يعني هذه مشاكل اللي يعرفها القاسي والديني، ومع ذلك رانا نغيبوها المسائل هذية امام مصلحه ابنائنا على الاقل في لكن تلعب ودور عندها دخل ابنا مكرهنا. راهو الاستاذ راهو يحكوا لي ولادي راهو الاستاذ البرا واحد انه يعني يمشي يقري ما عندوش مشكله مع اولاده صغار واش عندهم واش ما عندهمش، يعني الامور الكل يعني متوفرت له. معناتها احنا تلمذتنا في المعهد النموذجي راهو يخرجوا للبلدان الاوروبيه ويجيونا ويرجعونا ويحكيونا ويقولونا راهو احنا ماده التاريخ اللي نعتبروها معناها اللي المنتشر في بلادنا وبين الاولياء وغيره ماده الحفظ، راهي الماده هذية راهي ماده عندها قيمتها في البلدان الاخرى، اما اليوم راهو زاد يدرسوها بطرق اخرى باساليب الجغرافيا. اليوم جغرافيا علم قائم الذات، ندرسوه باساليب علميه، ندرسوه في مخابر، ندرسوه في شوف المنهج اللي اعتمدوا ابن خلدون، شوف المنهج العلمي اللي اعتمدوا ابن خلدون فيه. ابن خلدون على ذكر انت ذكرت لنا ابن خلدون يؤكد على نقطه اساسيه اللي احنا ما نلقاوهاش اليوم في تعليمنا، هي مساله التعليم بالتدريج. نعم. ابن خلدون عنده قوله، يقول ابن خلدون بشكل اساسي في النقطه هذه، يقول اعلم ان
التعلم أو تعلم تلقين المتعلمين للعلوم إنما يكون بالتدريج شيئا فشيئا وقليلا قليلا. يعني لهنا الكثافة اللي نحن نعاني منها اليوم في من وصلوه للتلامذة من معارف ومن معلومات، وأحيانا تلقاها في حصة يقرأ تاريخ حديث والحصة اللي بعدها ينتقل تاريخ معاصر، وكثافة متاع معلومات وكثافة متاع ما هوش هذا الأساس في تدريس المواد. أنا ناخذ مادة خطر المادة متاعي قص على ذلك عديد المواد الأخرى، المواد العلمية هي بيدها تشتكي من كثافة البرامج وغيرها من الإشكاليات بخلاف العوامل. وهذا سي صاحبي بلا يعني تذكرت حاجة، وهي للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعلم، وهو قياس راهو نجم ناخذ منه. هذا ديننا واحد، وهو يتكلم عن الدين بكله، فهمت؟ والدين بكله ما هو يأمر بالتعليم ويأمر بهذا هكا ولا، يقول إن هذا متين، إن هذا الدين متين قوي فأغلوا فيه برفق. يعني كل المواد الذي ندرس فيها كما كنت تحكي، يعني كما يقول ابن خلدون، لابد أن نغر فيها برفق، يعني بتأني رويد رويد. ما يقول عاد الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين متين فأغل فيه برفق، إن المنبتة المتحول من مكان إلى مكان لا ظهرا أبقى ولا أرضا قا ولا أرضا قطع، الحب يسرع وكذا ونعمله وبعدين ما يلقى حتى وبعدين ما يلقى حتى شيء. إحنا مواد مكثفة ودنيا وكذا وساعات وقرية البرة والداخل وكذا واحد، هم بعدين شعلنا في الشارع شعلنا شوين هم تلامذتنا وين هم أولادنا. تفضل تلامذتنا وأولادنا هما أيضا وجودهم مرتبط بالبيئة التعليمية اللي موجودة في بلادنا. هذه البيئة اللي قلنا منذ قليل راهي مهترئة، بيئة تدخل فيها أطراف مختلفة، تدخل فيها أطراف عديدة، منها المسؤولين ومنها الوزارة ومنها الحكومة ومنها المندوبيات الجهوية ومنها إدارة المؤسسات وغيرها. أحبس لي غاديك سأحيل الكلمة للسيد المندوب واش يقول لنا الأطراف هذوما واحد الرئيسين شكون هما واش يلزمهم يعملوا، وهل فعلا أنهم قادرين يعملوا اليوم وإلا لا، لأن عنا ناس تسمع فينا وعنا أولياء يسمعوا فينا وربما ترعوا في بيتهم تو يتناقشوا واحد ويتكلموا كذا واحد. فضل السيد مندوب الكلمة لك. هو شكرا سي الأزهر، هو الخطوة اللي نعيشوها تو هو أن فما إجماع على ضرورة تغيير التعليم ستانكس بلوا في حد ذاته. احنا تو انت سيادتك ذكرت منذ قليل اللي الى متى باش نبقوا نتحدثوا، لكن راهو لزاما ان نتحدثوا، لان مساله تغيير واقع التعليم في تونس او في اي دوله من الدول ماهيش عمليه بسيطه. لابد يتطلب وقت، سينو نقع في اللي يرجو. احنا في مشكل، اذا باش نحلوا المشكل فما حتى منهجيه للحل. وهذا التدرج اللي حكينا عليه هذا اللي حكى فيه سي صاحبي، فعلا هذا هو مسألة العبء البرامج والثقل المعلومات وإلى غير ذلك. يعني فما كم كبير كم هائل، كذلك عدد الكتب في بعض المستويات تلقى 12-13 كتاب إلى غير ذلك، حتى تلامذة السنة أولى ابتدائي وثانية ابتدائي وغيرها تلقى معناه مثقل محمل بالكتب، لكن النتيجة شنية؟ ما عادة ما نلقوش نتيجة طيب. هذا متفقين فيه، متفقين كذلك سعاد البلاي. سمعني في النقطة هذه، النقطة الأولانية أنه لازمنا نفكروا، راهو فترة التفكير طالت كثيرا، راهو صبر الناس عيلة، صبر الناس ما هي الحديث في مسألة أيه داكوردو داكوردو انطلق من 2015 فما خدمة وزارة متفق معاك راهو سعاد، لكن صار تعطيل لها سعاد. من ناحية أخرى حكيت على الكتب، راهو الزمن هذايا الكتاب مهم، أما راهو ما عادش الكتاب فقط الكتاب اللي نجمو نحملو في دينا، راهو تطور العصر، الناس تخليت احنا نطبعوا في كتب في البلاد هذايا، نطبعوا في كتب فيها معطيات من 2001، كتاب الجغرافيا سنة أولى ترجع له تلقى فيه جداول إحصائية متاع 2001، هل ما زال المعطيات متاع 2001 تخدم في 2022؟ دي متاع 2010 و 2012 ما عادش نخدموا بهم. صحيح دور الأستاذ أنه يحين المعطيات والمعلومات وكذا، هذا متفق فيه، لكن راهي الكتب في حد ذاتها ما عادش هي ما عادش عندها إلزامية. اليوم الناس تطورت، مشاو للايباد ومشاو للتجهيزات وكذا، احنا كيفاش نفكروا ونطبقوا، مش نفكروا ونخليه حد ومن بعد نقولوا إمكانياتنا وما إمكانياتنا. يا أخويا اعمل سقف نتاع برامج على مدى قصير ولا متوسط ولا طويل للاصلاحات اللي باش تقوم بها، وتو تمشي بشويه وتتلقى فاعليه وتلقى جدول للاصلاح التربوي. اما كان نقعدوا في مساله التفكير، وخاصه بالله نقطه اساسيه راهي من مقومات، وسمحني سعاد كان قصيت عليك، من مقومات نحن التعليم الصحيح، من مقومات التعليم الصحيح في ارساء مناهج وبرامج تعليمية مواكبة للعصر أن تكون غير مسيسة،
من المقومات الأساسية. اليوم نلقاو تجاذبات كبيرة حول الإصلاح تاع التعليم من أطراف مختلفة، اللي هو مفروض أنه الأطراف المشاركة فيها، وذا يتوجيهم بعد أنه الأطراف من بين الأطراف المشاركة هو هما قلنا المدخلين في العملية التعليمية، من مسؤولين إداريين، من أساتذة اللي هما على الميدان يمارسوا، أساتذة ومعلمين بيان سور، من قيمين، من إدارة، من غيرها. شكرا من جذبت إلي سعاد اللي هو يحكي يقول العملية التربوية يجب أن لا تكون مسيسة. هل يمكن أن نعزلها العملية التربوية على سياسة الدولة ولا؟ هو السياسة لا سياسة هو داير، حتى كنت نتحدث على التربية نتحدث على سياسة تربوية، سياسة ما احنا ربما ولت عنا حساسية من كلمة سياسة، ولكن كل ما يدور في الحكم في الدولة في التسيير هو يعتبر سياسة. نجم من الجايز انا نتحدث على سياسة تربوية، لان كلمة سياسة لا تعني إدارة شؤون. هو شوف لو بقدر ما ربما كما قلنا التفكير طول الموضوع، الموضوع هذا نتاع الإصلاح التربوي خاصة 2002 معنا قانون 2002 وبدأت تظهر لنا خاصة بعد الثورة في 2015 وما ننكروش اللي فما عمل كبير قام من وزارة التربية في اتجاه القيام بإصلاح تربوي، وكانت أنا الأول كمندوب جهوي كنت وكبت عديد الحلقات وعديد الندوات كاستشارة من جانبنا كمندوبين جهويين، ولكن لأسباب يعلمها الجميع تعطلت في الوقت هذاك. في الفترة هذه توا تجدد فما أنا نأكد لكم اللي فما نية حقيقية، والدليل أن صار قاعدة تصير جلسات أنا قاعدين نواكبوا فيها جلسات مع الأطراف الاجتماعية، مثلا مع الجامعة العامة للتعليم الابتدائي أو التعليم الأساسي، وصار إجماع على عديد النقاط، كذلك جلسات كبيرة ومتواترة مع السادة المتفقدين لأن البيداغوجيين هم اللي يعنيهم مسألة الشأن المدرسي الشأن البيداغوجي، جلسات معنا كمندوبين جهوي، آخرها ربما عرضنا التقييمات اللي صارت، اخرها تقييم اجراء زي اللي صار في تونس صار في السنه الفارطه لمقارنه مستوى التلاميذ في مساله القراءه، قراءه الكلمات المقروءه والمالوفه وغير المعروفه في الوسط المدرسي بالنسبه لمستويات السنه الثالثه والرابعه. العمل موجود والعمل ما فماش خيار الا ان راه تكون تدرس، وقت نقولوا تشخيص ما ناخذوش من جانب ان انا صحيح لابد من تغيير النظام التربوي، هذا متفقين فيه بلا شك، لابد من التفكير كذلك، وهو حتى التفكير او اتخاذ القرار في زماننا هذا الوزاره وحدها ما تنجمش تاخذ قرار. انت عندك اطراف اجتماعيه، عندك بيداغوجيين، عندك مجتمع مدني زاد، فما حتى جمعيات الى غير ذلك تطالب ان تكون شريكه في التغيير. شنو اللي موجود عندنا تو؟ اللي موجود أن وزارة التربية أخذت على عاتقها مسألة الإصلاح التربوي، فما حديث كبير وإجماع كبير على أن البرامج أصبحت في جلها غير مواكبة على الزمن المدرسي اللي بتغير، لكن زمن المدرسي أو البرامج أو الواحد كل حاجة في تغييرها راهي مربوطة بوضع اجتماعي. وخصوصا نحكي على الكتب مثلا اللي فما توجه الآن وإجماع على تقليص عدد الكتب في الابتدائي، ما ننسوش راهو الكتب المدرسية مرتبطة مش بين عشية وضحاها، مش اليوم وغدوة نجم تبدل الكتب المدرسية يتم برنامج، لأن هي مرتبطة بالأمور الاقتصادية، عشرات المليارات اللي تعمل للطباعة إلى ذلك. لماذا يتم متفقين هو طباعتها من جديد الكتب هذه؟ هو هذا برنامج كتصير بريفيزيون، كتصير بريفيزيون الأكيد أن كي بيصلح نظام تربوي يراه مش في شهر ولا شهرين. صحيح على مستوى الكلام مذبين يؤرقنا الناس كلها، يؤرقها وضع التربية في تونس ويؤرقها البرودوي الانتاج اللي يصير مع التربية، ولكن لفات كون يكون فما تمشي، لفات كون يكون فما إجماع من الجميع، لأن في وقت من الأوقات صار خلاف بين الوزارة والأطراف الاجتماعية على مستوى الإصلاح متاع 2015. الآن كي رجعت العملية وفما عمل كبير قاعد يتعمل، التشخيص واضح، تشخيص الواقع، وإن كنا تشخيص زادة يلزم نعملوه بطريقة علمية دقيقة باش نبنوا على أسس علمية. أنا نرى اللي التعليم في تونس ليس فقط مرتبط بها البرامج وغيرها، صحيح وانت ذكرتها سي صاحبي نبدلوا البرامج هي وماذا بعد، لكن التعليم في تونس النظام التعليمي كامل أصبح غير متطابق مع الواقع رأوا فيه متغيرات، راو فيه معناها أشياء جديدة، راي فما أساليب فما طرق التعلم. نعطيك نختم سي صاحبي، نختم بعينة واحدة في مؤسساتنا وانت تعرف مليح الفرق بين تلامذة التقنية
تلامذة التقنية اللي هما يقراوا الميكانيك والإلكتريسيتي ويقروا الإعلامية ويقروها دراسة معناها عملية براتيك في الليلابو متاع الميكانيك والإلكتريسيتي ويقروا فيزيك وكيمياء وكذلك. لاحظوا اللي السلوك تاعتي متاع التلامذة وقت اللي يكونوا في مخابر التقنية بلوزة بيضة ويخدموا ماذا عن التلاميذ في بعض المواد الأخرى تختلف في العملية بيان سور، لأن ربما في من الإيجابيات في نظامنا الحالي هو مثلا ما بين الشعاب التقنية، لأن التلميذ قاعد يمارس يخدم على الزباري ويخدم على الجوردينيتور وحاجات علمية متطورة. المشروع المشروع ثم مشروع يخدم عليه أكيد، فما مشروع يخدم عليه وفما حاجات معناها لا طعون احنا طويك باعتبار انه جينا اذان العصر مش نخرجوا وبعدين نعودوا في بعض الدقائق نختم مستمعي لا فضل مستمعي ذات الحياة اف ام، ان نخرج فاصل ثم نعود. الحياة اف ام، الحياة اف ام، زهرة الحياة. اذا كل نهار جمعة على الحياة فهم مستمعي الأفاضل، عدنا والعود وأحمد، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب ومغفرة الذنوب. آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ضيوفي الأفاضل تعرف أن وقت الحصة يعني ضيق برشا، واحد تو في آخر الحصة يعني بأسلوب برقي في بعض الثواني، ما هي المحفزات الرئيسية اليوم التي يمكن أن تكون موجودة باش نساهم على الأقل في الأطراف الكل يساهموا في تجويد العملية التربوية؟ كلمة لك سي عادل في بعض الثواني يعني. شكرا، باختصار والموضوع كبير سي الأزهر، وأنا بالمناسبة نستسمعك نقترح أن نعملوا على حلقات إن شاء الله قادمة بعض النقاط، وأنا يسرني أن يكون موجود معكم. فما عمل هو رو المفارقة، أنا فما جهد، فما جهد فيما هو متاح، فما الناس قاعد تخدم سواء كان المربين أو المسؤولين أو غيرها، ولكن الجهد هذا لا يتطابق مع المتغير الكبير اللي صار على المستوى الواقع، الوزارة كيف كيف، الأطراف الاجتماعية، المتفقدين كذلك. من المفترض أن في مدة معينة ماهيش باش طول باش يكون مكتمل ملامح الإصلاح التربوي القادم، ولكن أنا بصفة شخصية أدعو إلى التمهل والتريث حتى لا يكون التغيير هذايا والإصلاح يكون على مدى طويل باش ما يكونش خطوة متسابقة. تبقى للقاعدة لا تكون ملهوفا في قضايا حاجتك، شوي شوي رويدا رويدا. بالكلمة لك بسرعة سي لهبي، ما عادش وقت. محفزات في 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 تقديري، والوزارة تسعى باش تطور النظام التربوي، تسعى كذلك تفكر كذلك في تحفيز التكوين العلمي والتكوين البيداغوجي. راهو الأستاذ اللي يقرأ ويبحث وياخذ دكتوراه كي تمتعوا ولو منحة بسيطة راهو أفضل للنظام التربوي من الأستاذ اللي ياخذ شهادته من هارة اللي يتخرج ويبعد تماما عن القراءة والكتابة. علاش مش كيما عندنا أستاذ تعليم ابتدائي يكون عندنا دكتور تعليم ثانوي عليه؟ نفس الشيء، نفس الشيء في المسائل البيداغوجية وفيما يهم علوم التربية، حفظ الناس اللي كذلك هما عابرين شهادة عليا في علوم التربية، هذه رأي مسائل لابد منها، مع ضرورة التفكير التام والكبير في أن النظام التربوي متاعنا اليوم يلزم يواكب الحياة هذه في مستوى تقدمها العلمي والتقني وفي مستوى مطالب الحياة المهنية. شكرا سي الحبيب، فهمت الكلمة لك صاحبي أيضا في بعض الثواني أسلوب برقي. شكرا. بالنسبة لي أنا المحافظات اللي ترتبط بواقعنا اليوم الساعة قبل ما نمشي نحو الإصلاح وننتظره وبقينا ديما في علاقة بالإدارة وبالوزارة وغيرها باش نعملوا إصلاح، قاعدين نفكروا، قاعدين نقوموا، قاعدين نلوجوا، قاعدين نشاركوا في الناس، قاعدين كذا، هذا كله مستقبلي استشرافي. احنا اليوم في واقع، الواقع يفترض أن نفكروا في حلول حينية للمشاكل اللي تواجه الإطار التربوي بكل، من أساتذة، من إداريين، من تلميذ في حد ذاته كعنصر فاعل في العملية التربوية. أكيد أكيد بدرجة التلميذ هذا اللي مثقل بالامتحانات، نطالب الإدارات بالأساس بمراقبة
معناها حينية في كل فترة متاع امتحانات ليروزنية متى امتحانات رو فما تجاوزات كبيرة. وأنا من المنبر هذا نقول رو فما تجاوزات كبيرة ليروزنية متى امتحانات على مستوى المؤسسات. يا أخي مش معقول أنك تجي أنت تحط روزنية متى امتحانات تتلامذة يعدي من 8 للتسعة ومن 9 وربعة للعشرة وربعة التلميذ في مستوى سنة 7 أساسي. حاول كيفاش تلقى الحلول. فما اطراف مدخله كثيره باش تحل المشكله هذه وذي ضروري المراقبه. راهو احنا دورنا كاساتذه ايضا بالله بشكل سريع جدا دورنا احنا كاساتذه ان نراعيوا الواقع نتاع التلميذ اليوم في برامج مكثفه في غيرها كما قلت لازمنا احنا نراعيوا هالتلميذ هذايا كيف الاستاذ اللي نحكيه احنا تحفيزه انه يدرس وانه كذا لازمنا نعتنيه اكثر زياده بالمسائل الماديه المتعلقه به واللي هي مساله سمحني في لازم بالله راهي مساله مهمه جدا جدا كي تحسن وضعيه الاستاذ وكي الاستاذ يصبح يعيش في نوعا ما معناها ما عندوش صعوبات معيشيه ما عندوش ضغط وقت ينجم المردوديه تكون افضل وينجم يكون تشاركيه احسن للاستاذ. وبارك الله فيكم. شكرا. اذا هذه مساله التعليم لنا في تونس راهي تهمنا الناس الكل وتهم الاطراف الكل. ومساله التعليم في تونس يلزم تكون مبنيه على التجديد لانه اذا كان ما ثماش تجديد يعني ما ثماش حياه. واحنا بطبيعه الحال من اذاعه الحياه اف ام نشكر الاخيان اللي حاضرين معنا وساهموا كل من موقعه وكل من مكانه في هذا الموضوع. اذا الشكر موصول للسيد المندوب الجهوي للتربيه القيروان سي عادل الخالدي كذلك لاستاذنا سي صاحبي سعيدي وكذلك استاذنا الحبيب الطيبي مع الشكر الموصول لاخياننا في يعني التثيث وال الاخراج امن ابو خيت سي محمد سيف بالعراس و سي سهيل. مستمعي الافاضل مستمعي ذات الحياه فهم القيروان للصحه نودعكم على امل اللقاء بكم في حصه جديده متجدده. الى اللقاء مع تحيات الاستاذ لازهر بن علي البريكي. شكرا. برمجتنا على الحياه فهم فيها جديد والمتنوع تحاليل رياضيه مع ابرز الشخصيات وهكا تنجم تقول البرمجه على الحياه فهم دنيا اخرى. الحياه فهم زهره الحياه. إذا كل نهار جمعه على الحياه فهم.